لو الحكايه فيها ان فيتو مين اللي عمل الكروت؟ صحابك اللي اترنوا للشركه؟ بص اقول لكم على حاجه. اتفضل. اولا المديريه كمديريه احنا عاملين شغلنا و10 عارفين. اما الشركه فدورها مع الوزاره اللي هي مكلفاها بالمهمه دي. كل المشاكل دي انا عملتها بمذكره بيعدها لي هناك واروح امضي عليها وابعتها لمعالي الوزير عشان جميع الحاجات اللي على الارض المشاكل على الارض موجوده هنبتدي نحلها. طب بالنسبه لصحابات الفرنس عز اللي هي مش واخده فلوس بقى لها 15 و20 سنه عشان البنيه يا جماعه.